سي سعيد الدكالي مدرب نادي النصر الرياضي المراكشي، استعدادات ديال البطوله عندكم نهايه هذا الاسبوع، انطلاق ديال البطوله ومباراه الديربي الحاسمه امام الصحوه، نتحدث بالنسبه لسي سعيد على اخر استعدادات، واش كاين شي تعاقدات، كيفاش الفريق تستعد للموسم، كيفاش عاد يحاول يتجاوز الاخطاء ديال المواسم الماضيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تنشكر المشاهدين ديال القناه الرياضيه مراكش الرياضيه، تنشكر حتى هي بدورها اللي تحت لينا هذه الفرصه. بخصوص الاستعدادات، كانت بدات لي في شهر 8 في الاواخر تاع شهر 8 المستمره لحد الان، كل شيء داز الحمد لله في اجواء مزيانه. وعندنا بخصوص مقابلات السود، مقابله عاديه كجميع المقابلات تنستعدوا لها، كي تنستعدوا للجميع بحال بحال، ما كاينش الفرق. المهم نتمناو ان شاء الله يكون الحظ في جانبنا ونفوزوا بها كانطلاقا ان شاء الله للطموح ديالنا اللي تنتمناو يكون يتحقق هذه السنه ان شاء الله. الطموح فهو طموح مشروع لجميع الانديه، وحنا من منبر ديال مراكش نتمناو شي فريق مراكشي يمثل عاوتاني الفرق مراكشيه في القسم الوطني الاول. بالنسبه اكيد انه كانوا اخطاء، كانوا بزاف ديال الامور عطارات الموسم الماضي، كيفاش غادي تحاولوا تجاوزوهم هذه السنه هذه؟ بالفعل كان هناك اخطاء لا منا لا من الفرق عموما، لانه منافسات كيبغي نقول لك ما كانش هي هذيك، كانوا هناك اخطاء لا منا ولا من الفرق الاخرين، ولا تفهم اش بغيت نقصد. على العموم ان شاء الله نتمنى هاد السنه تدوز في الشفافيه والنزاهه وفي روح رياضيه والغلبه الاقوى ان شاء الله اللي يستحق الصعود. اللاعبين ما كاينش شي تعاقدات، تيبان لانه نفس الوجوه نفس اللاعبين اللي كانوا السنه الماضيه او السنوات الماضيه. كاين لاعب واحد هو اللي تمت الاستعانه بالخدمات تاعو، اللي هو فيصل الافقير، اللي لاعب معروف في شاطئ الجنوب وعنده واحد الخبره كبيره، ونتمنى يعطي الاضافه المرجوه. وكاين هناك شبان اللي ما حاضرينش اليوم للاسف، هي الحصات اليوم ديما دائمي الحضور، نتمناو يلتحقوا في قرب وقت، لان الحصات اليوم كما غير ما فيش ماشي وقت جات مزروب بعد نظرا لواحد النشاط كان في القاعه. ونتمناو ان شاء الله في هذه التشكيله هذه وهذه التركيبه البشريه تعطي الاكل تاع هذه السنه ان شاء الله. سعيد اكيد انه كانوا عندكم السنوات الماضيه مدرسه ديال التكوين، فين وصلت المدرسه والتكوين ديال اللاعبين الشباب والصغار؟ بالفعل كنا تتراودنا هاد الأمنية تاعت المدرسة وبدينا فيها فاش كنا في الكوكب مراكشي، بدينا فيها ولكن للأسف القاعة ما موجوداش باش نحقوا هاد الحلم ونديروا التكوين. وانتم كي شفتوا السنة الماضية نطمنا واحد الدوري تاع المينيم وفزنا به أمام فرق عريقة ومنتخب سوس اللي يضربوا به المثال الوفاق وفتح السطاطي واستطعنا نفوزوا بها. هذا تدل على ان هناك واحد الطربه خصبه، واحد الماده خامله خصها غير الصقل والعمل وتعطي الاكل ديالها ان شاء الله. مهدي السافي لاعب النصر الرياضي المراكشي، اليوم اخر استعدادات انطلاق البطوله نهايه هذا الاسبوع، البدايه ديال البطوله بتكون بديربي حارق امام الصحوه. بالنسبه للمهدي السافي نتحدثوا على الاستعدادات، كيفاش الجروب، كيفاش الاجواء العامه داخل الفريق، عاد كيفاش تشوفوا المباراه ديال الديربي امام الصحوه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تنشكرك الاخ صابر على الاستضافه هذه والاخ مروان، تنتمنى لكم مسيره موفقه. بالنسبه الحمد لله المباراه هذه استعدنا احنا 22 في شهر 8 بريباراسيون ديالنا وجميع الجروب ديالنا الحمد لله. الحمد لله المقابله هذه ديال فريق الصحوه الرياضي المراكشي مباراه عاديه، واخا ديربي تيكون فيه في الشائنات وداك الشيء،
ولكن الحمد لله حنا داخلين عازمين باش ناخذ واحد 3 بوان ان شاء الله، والحمد لله جينا اليوم باش نستعدوا لهذه المباراه هذه وان شاء الله ما يكون غير الخير ان شاء الله. كيفاش هي الاجواء داخل الجروب من 22 شهر 8 الان؟ كيفاش الاجواء؟ كاينين لاعبين مخضرمين عندهم تجربه بحالكم، بحال امين باللامين، كاين سعيد، وكاين لاعبين شباب. كيفاش تحاولوا توصلوا لهم ديك الخبره اللي اكتسبتوا انتم؟ الحمد لله بريباراسيون كي قلت لك بدات من 22 شهر 8 مع الكوتش سعيد تكالي ولا سعيد ايت ناصر. الحمد لله حاولنا الشباب اللي باقي ما عندهمش تجربه عطيناهم واحد التجربه، وريناهم شي حوايج بان ديال الفوتسال، بانهم غادي دابا تيستافدوا وان شاء الله غادي يكون الخير ان شاء الله لقدام. وراه ناصر اللي غادي يقول الكلمه ديالو، وان شاء الله راه حنا كي تنقول لك المباراه ديال الصحوه راه مباراه عاديه، تنتمنى تكون في واحد الجو روح رياضي وجو كروي، وان شاء الله اللي كان في المستوى راه غادي ياخذ واحد 3 بون، وحنا راه عازمين ان شاء الله باش ناخذ 3 بون باش عطينا واحد تيبار كي تنقولوا مزيان ان شاء الله في البطوله.